السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح تاني فيديو الخاص بالشيت أو الإكسل شيت اللي اسمه SLD Automatic Analysis، وده شيت أو برنامج خاص بحسابات الكابلات والبريكرز أو القواطع بتاعة اللوحات، بحيث تدخله الباور بتاعة الحمل أو اللوحة بتاعتك. هو هيحسب لك الكابل المناسب لتغذية اللوحة بحيث يراعي ان الفولتج دروب اللي انت عايز تحققه على اللوحة، لو عايز تحقق مثلا نسبة 1.5% على الكابل بتاع اللوحة، وبحيث برضو بيختار الكابل المناسب ان يشيل التيار بتاع الحمل بتاعك. فالبرنامج بيحسب عن طريق ان هو بياخد الحمل اللي انت دخلته، وليكن مثلا عندك حمل 100 كيلو فولت امبير للوحة اسمها MDB مثلا، والكابل بتاعها الطول بتاعه مثلا 50 متر، والشورت سيركت اللي انت هتحققه او عايزه مثلا 25 كيلو. فدي المعطيات اللي انت بتدخلها للبرنامج، بتدخله وبتختار الطيب بتاع الحمل بتاعك اللي هو بانيل مثلا لوحة، في بانيل وفي سيركت حسب النوع بتاعك، هو لوحة ولا هو حمل مباشر او دايرة فرعية على اللوحة. والبولز بتختار الحمل بتاعك او اللوحة دي 3 فيز ولا سنجل فيز، عن طريق انك تدوس على الدروب ليست السهم ده تختار سنجل فيز ولا ثري فيز، او انك تدوس هنا وتختار يا اما سنجل يا اما ثري فيز، بحيث لو عندك مجموعة من الاحمال او اللوحات ممكن تحددهم مرة واحدة سنجل ولا ثري فيز. كده انت دي المعطيات اللي انت بتدخلها للبرنامج. لازم تملى 1 2 3 4 5 6، الستة أعمدة دول أو الست خانات الخاصين بكل حمل عندك أو كل لوحة. طيب تختار قلنا يا إما بانل يا إما سيركت، النيم أو البانل هي الاسم بتاع اللوحة أو الحمل بتاعك، هنا مثلا MDB. الباور انا دخلت 100، المية دي بالكيلو فولت امبير لان انا كنت محدد في الاعدادات هنا اللي على اليمين دي ان الحمل بتاعي او الباور الوحدة المستخدمة بالكيلو فولت امبير. لو انت شغال بالوات هتدوس هنا او بالكيلو وات وتختار كيلو وات. الكيبل لينس ده الطول بتاع الكابل اللي بيغذي اللوحة او الحمل اللي انت بتوصف له البيانات دي. الشورت سيركت ده هي او لازمته ان هو بيحدد لك او بيكتب لك على السنجل لاين دايجرام اللي الشيت بيخرجه، بيكتب لك الشورت سيركت اللي انت بتدخله بايدك ان المفتاح او القاطع بتاع اللوحة دي مثلا 25 كيلو امبير. البولز لازم تحدد هي سنجل فيز او ثري فيز لكل الاحمال اللي هتكتبها هنا عشان البرنامج يقدر يختار لك الكابل المناسب بناء على الحسابات. لو هو 3 فيز يبقى الجهد 380، لو هو سنجل فيز يبقى الجهد 220، او الناس اللي بتشتغل مثلا في السعودية يبقى الجهد 400 على 230، ايا كان الاعدادات بتاعتك اللي انت ممكن تظبطها من البرنامج. فانا هجرب مثلا على الحمل ده، خلاص انا كتبت البيانات بتاعتي، هاجي اقف على اي خانة في الحمل اللي انا عايز احسبه وهدوس كالكوليت. كده المفروض ان هو خلص وحسب. ممكن تدوس على الزرار اللي اسمه هايد اند شو ريزلتس، انا عملت الاوبشن ده بحيث ان هو يخلي الشيت اكسل او الشيت بتاعي صغير، طول ما انا بكتب بيانات ومش عايز النتائج دلوقتي اقدر ادوس والغي الجزء بتاع النتائج اللي هي باللون الاخضر ده. هتلاقي انه حسب الكابل واحد كابل واحد
3 في 1 سي 95، ده عشان انا موصف ان الكابل اللي انا عايز اختاره يكون سنجل كور. فهنا بيقول لك ان انت عايز كابل 3 فرد، يعني 3 في 1 سي يعني فردة واحدة 95 ملي، زائد فردة نيوترال 1 سي في 95 ملي، وفردة الإرث بتاعتك اي 50 ملي متر. هنا التوصيف ده ناقص 1 سي في 95، المفروض لو جيت هنا كده سي مليمتر. كده هيكتب لي يبقى 3 فرد 95 ملي متر مربع، زائد 1 سي 95 ملي، زائد لا برضو لسه ما ظبطتش. هو هيظبط المرة الجاية لو عملنا الحساب التاني. لو جيت دوست كالكوليت هنلاقي ان التوصيف بتاعي اتظبط، سي يو على البي في سي على البي في سي، لان انا كنت محدد ان انا عايز اشتغل نحاس اللي هو الكيبل كوندكتور سي يو، والانسوليشن او العزل بتاعي بي في سي على البي في سي. فعلشان كده هتلاقي ان التوصيف بتاع الكابل اللي طلعه لك البرنامج مطابق للي انت مختاره في الاوبشنز هنا. وهتلاقي برضو هنا تحت في الجزء ده سامري لنوع الكابلات اللي انت شغال عليه حاليا، يعني الاعدادات اللي انت مختارها. بتقول لك ان الكابل الكوندكتور بتاعك نحاس، والانسوليشن بي في سي على البي في سي، والكورز سنجل كور. لو انا جيت اخترت مالتي كور كده هتلاقي ان الاعدادات اتغيرت، الكورز بقت مالتي كور. الميديم ده الوسط اللي الكابل ماشي فيه، ماشي في الجراوند ولا في الاير ولا في الهواء يعني. الكونتينمنت ولا مش عارف اسمها ايه، ده الحاجة اللي بتحتوي الكابل سواء ماسورة او داكت او تري. هنا احنا ماشيين دايركت لجراوند دايركت، يعني ماشيين الكابل ماشي في الارض دايركت مش في ماسورة. دي الاعدادات بتاعتك تقدر تغيرها، تختار من هنا. انا عملت حاجات بسيطة تقدر تختارها من الشيت اللي هو اسمه SLD، تقدر تختار ان هو سنجل كور ولا مالتي كور، هيغير لك الاوبشنز هنا سنجل كور ولا مالتي كور. لكن تقدر تروح في الشيت اللي هو اسمه مين، اي خانة زي ما قلنا باللون الازرق ده كان المفروض. ماشي هايد. اي خانه او سل عندك باللون الازرق دي معطيات تقدر تغير فيها حسب الاوبشنز بتاعتك. هنا انا عشان كنت شغال في مشروع في السعوديه، فكنت محدد ان الفولت بتاعي 400 فولت اللي هو لاين تو لاين، والفولت بتاع اللاين تو نيوترال 230. لو انت شغال في مصر هيبقى 380
على 220 والباور فاكتور وجراوند تمبريتشر والكلام ده كله حسب التربة بتاعتك. لو انت هتدفن في الارض الكابل بتاعك تقدر تختار، لو نزلت تحت شوية تلاقي فورميشنز يعني ترتيبات او الشكل او النوع بتاع الكابل بتاعك اللي عايز تختاره، هل هو اندر جراوند ولا فري اير كيبل يعني ماشي في الهواء ولا ماشي في الارض. لو هو ماشي في الارض عايز مالتي كور ولا سنجل كور. المالتي كور هل هو ماشي دايركت يعني ده الكابل ماشي دايركت في الارض ولا ماشي جوه ماسوره. تعمل صح على الاوبشن اللي انت عايزه كده ولا كده. المفروض نحرك دول شويه عشان تيجي فوق علامه الصح. بتختار الاوبشن بتاعك، لو هو سنجل كور ماشي تري فويل ولا فلات ولا تري فويل جوه ماسوره ولا تري فويل بس كل كابل سنجل كور ماشي جوه ماسوره لوحده. تختار الاوبشن بتاعك اللي انت عايز تختاره. لو هو ماشي في الهواء ماشي على تري. برضو عندك مالتي كور كيبلز وسنجل كور كيبل. لو هو ماشي في الهواء على تري برفوريت التري، تختار نوع التري من هنا برفوريتد ولا ان برفوريتد ولا لادر. وبتختار طريقة وشكل التمديد بتاعك بتاع الكابل فوق التري حسب الشكل اللي انت عايزه. وبرضو لو هو سنجل كور بتختار طريقة التمديد. فتقدر تغير من الشيت اللي هو اسمه مين، تقدر تغير الاعدادات بتاعتك بتاعت الكابل. ومن هنا تقدر تغير الفولت والباور فاكتور. لكن الشيت اللي هو اسمه SLD مش هقدر اتحكم غير في اني اختار سنجل كور ولا مالتي كور، وهو هيحتفظ باخر اعدادات. يعني انا لو اخترت هنا في الارض وجيت هنا خلاص انا هحدد هو سنجل كور ولا مالتي كور. بس انا كنت محدد من الشيت ده ان انا همشي في الارض، فلو جيت اخترت مالتي كور من هنا هتلاقي ان هو عمل صح على المالتي كور اللي ماشي دايركت. لو جيت عملت سنجل كور اخترت دي هنا هتلاقي ان هو راح على السنجل كور، عمل صح على ان هو سنجل كور وبرده ماشي دايركت. فانا بحدد النوع التمديد بتاعي هو ماشي في الارض ولا في الهواء الاول من هنا. بعد كده بقدر اختار سنجل ولا مالتي، لكن هيحتفظ بنفس الاعدادات ان الكابل ده ماشي في الارض ماشي في جوه ماسوره ولا ماشي فري يعني دايركت. لو اخترت سنجل هتلاقي ان هو سنجل كور ماشي في الجراوند دايركت. لو اخترت مالتي كور يبقى مالتي كور جراوند دايركت. كده انا قدرت احدد زي ما قلنا قدرت احدد الكابل بتاعي والبريكر قاطع بتاعي عايز قاطع 200 امبير نوعه MCCB. الفولتج دروب 1.199% والدريتنج فاكتور اللي هو معامل التصحيح ده رقم الشيت او البرنامج بيحسبه من زي ما قلنا من كتالوج السويدي بناء على طريقة التمديد اللي انت اخترتها. الفولتج دروب ده اقصى قيمة انت عايز تحققها تكتبها في الاوبشن ده اللي هو اللوبل فولتج دروب. انت عايز تحقق 1.5% البرنامج حقق 1.2 مثلا. فأيا كان القيمة اللي انت عايز تحققها بتكتبها هنا في الفولتج دروب المسموح، وهو البرنامج او الشيت هيحسب لك الكابل المناسب بحيث يحقق لك الفولتج دروب اللي انت عايزه.
دي خلاص كده انا حددت او حسبت الحمل بتاع اللوحة او الحمل ده، الكابل والبريكر والفولتج دروب والدريتنج فاكتور. تقدر تكتب اي عدد من اللوحات او الاحمال بتاعتك، مثلا لو عندك بانيل تانية اسمها بي بي 1 الحمل بتاعها 20 كيلو فولت امبير، اللينس بتاعها 20 مثلا 10 كيلو، البريكر بتاعها النوع سنجل فيز، وممكن برضه اخدها كوبي كده وتبقى اللوحة التانية اللي بعديها اسمها بي بي 2 مثلا 50، لا دي نخليها 7 كيلو عشان تبقى سنجل فيز، دي 50، كابل برضو 30 متر، وليكن مثلا المفتاح 25 كيلو، وثري فيز، وهكذا. تقدر تكتب أي عدد من الأحمال بتاعتك كلها ورا بعضيها، ولو عوزت أو عايز تحسبها تختارهم كلهم، تختار أي جزء فيهم كده وتدوس كالكوليت شو ريزلتس، هتلاقي ان هو اختار الكابل المناسب. هنا الكابل بتاع اللوحة دي مثلا 4 × 35 زائد E16، يعني الإرث 16 ملي، CU على البي في سي على البي في سي. هتلاقي برضو ان كل قيم الفولتج دروب هنا اقل من 1.5% اللي انت محققها او طالبها من البرنامج، ودي معاملة تصحيح. انا هنا عشان مختار مالتي كور، البرنامج اختار لي الكابل بتاعي 4 × 35 مالتي كور، ممكن اختار برضو مالتي كور، لكن لو عايز النيوترال نص الفازة او اسمها النيوترال ريديوست، تقدر تختار من النيوترال تايب هنا ريديوست ولا فيز ايكوال. لو انا جيت اخترت ريديوست كده ورحت عايز احسب تاني، يعني عايز الفازة او النيوترال نص مساحة مقطع النيوترال نص مساحة مقطع الفازة، اختار الجزء اللي انا عايز احسبه من اللوحات وهدوس كالكوليت، اروح اشوف النتائج بتاعتي، هلاقي ان انا عايز كابل 3 × 120 زائد 70 ملم مربع، ده النيوترال والارث بتاعي هيبقى 70 ملي. انا هنا بفترض في البرنامج ان الارث يبقى زي النيوترال. ممكن تعمل هايد وشو ريزلتس زي ما قلنا كده، وتقدر تكتب اي عدد من اللوحات. لو انا عندي لوحات كتير كده الاحمال بتاعتي، هحط احمال عشوائية مثلا، خمسين ستين بانل كيبل لينس، لو قلنا مثلا ده 100 متر، 50 70 80 90 100، ايا كان ارقام عشوائية كلها. اعمل شوية 3 فيز مثلا، شوية سنجل فيز، كل البيانات اللي انا بحطها هنا عشوائية. لو انا عايز احسب دول كلهم مرة واحدة اختارهم كلهم كده وادوس كالكوليت، حسب العدد اللي انت مدخله البرنامج هياخد منك وقت شوية، لانه بيروح يدور في البيانات اللي انا مدخلها للاكسل شيت. ولو انا عملت شو اند هايد ريزلتس كده، طبعا مفيش حمل سنجل فيز، كده انا حسبت الحمل او النتائج بتاعتي لحمل واحد بس او لوحة واحدة. لو انا عندي احمال تانية عايز احسبها، هحسبها بنفس الطريقة، هدخل البيانات بتاعت الحمل بتاعي، النوع سيركت ولا بانل،
مثلا بي بي 1 الحمل بتاعي 50 كيلو، كيبل لينس 100، شورت سيركت 25 كيلو، مثلا 3 فيز. ممكن اكرر او اخد كوبي البيانات بتاعتي واغير مثلا بي بي 2، بي بي 3، بي بي 4، هنا 50، 100، 1000، ايا كان الرقم اللي انت تكتبه. ان شاء الله الكابل البرنامج هيلاقي لك الكابل اللي يشيل الحمل، 500 مثلا، 500 كيلو فولت امبير. تقدر تختار بعد كده اي جزء، اي خانات عايز تحسبها، وتختار كالكوليت. تظهر النتائج بتاعتك، هتلاقي ان الكابلات البرنامج اختارها وحدد لك البريكر بتاعك ويحدد لك الفولتج دروب والدريتنج فاكتور. هنا ده الجزء ده مش عارف مش ظاهر ليه، هظهره ان شاء الله. على العموم كده البرنامج زي ما قلنا اختار نوع الكابل المناسب والبريكر، احسب لك الفولتج دروب والدريتنج فاكتور. تقدر تغير في الاعدادات هنا بتاعتك، في اوبشنين احنا كنا شرحنا ده وده، السنجل كور والمالتي كور والكالكوليت ده بتحسب بيه الزرار ده. وشرحنا ان دي المعطيات اللي انت بتدخلها للبرنامج، ودي البيانات السمري او ملخص الكابل اللي انت شغال عليه دلوقتي، نوعه والعزل بتاعه وطريقة التمديد، وهل هو سنجل كور ولا مالتي كور. في اوبشن بعد كده اسمه اكسبورت كارنت بانيل، ده لو انت عندك لوحه تحسب لها الاحمال بتاعتها وعايز تسيف اللوحه دي، وبحيث ان انت عايز تستخدم الشيت انك تحسب لوحه تانية غيرها، لكن في نفس الوقت عايز ترجع بعد كده للوحه اللي انت شغال عليها، فممكن تعمل لها اكسبورت. يعني تيجي على اللوحه بعد ما اشتغلت عليها او كتبت عليها بعض البيانات، عايز تسيف الجزء اللي انت كتبته بحيث ترجع له بعدين، هتختار اكسبورت كارنت بانيل، يس او كانسل عشان انا مش عايز اسيف نفس الفايل. دونت سيف، هغير اسم ده، انا كنت مسيف قبل كده، فبينبهني ان انت هتعمل اوفر رايت للوحه انت كنت عامل لها اكسبورت قبل كده. اسميها تيست مثلا، هو بيسيف الفايل او الاكسبورت كارنت بانيل باسم اول لوحه عندك اللي هو الاسم ده تيست. لو انا جيت عملت اكسبورت، يس كان في تيست برضو انا كنت عاملها قبل كده. المهم ان هو لو انا جيت مسحت الجزء بتاعي ده وعايز بعد كده اعمل امبورت او ادخل فايل انا كنت سيفته قبل كده، فعندي الاوبشن اللي هو اسمه امبورت فروم فايل، اقدر ادوس عليه واختار الفايل اللي انا عايز اعمل له امبورت. هنا لو دوست على التيست اللي انا لسه مسيبه من شويه، هتلاقي ان هو دخل البيانات بتاعت اللوحه بتاعتك. كده تقدر تشتغل على اي مشروع او اي لوحه، ولو عايز تعدل فيها جزء صغير، يعني الحمل ده اكتشفت ان هو مش 1000 كيلو وات مثلا، او حصل تعديل عليه بقى 800 كيلو، فبدل ما بتكتب البيانات كلها تاني بانواعها باسماء اللوحات بالكلام ده كله، لا انت بتعمل اكسبورت الفايل بتاعك، وبعد كده لو عايز تعدل في حاجه بعدين بتعمل امبورت لنفس الفايل. كده دي البيانات بتاعتي اللي انا هحتاجها في الشيت اللي هو اسمه SLD. في الجزء اللي بعد كده اللي هو جزء رسم السنجل لاين دايجرام بتاع اللوحات، عن طريق ان انا اربط بين الاكسل والاوتوكاد عشان ارسم. لو انا هفترض ان انا عندي لوحة اسمها تيست الحمل بتاعها 1000 كيلو فولت امبير، في مجموعة من اللوحات تحتها بي بي 1 بي بي 2، نفترض ان مجموع احمالهم هتساوي 1000،
يعني نخليها 300 300، 200 200، دول كده 600 ألف. تمام، ودي اللوحات الفرعية تحت اللوحة العمومية اللي اسمها تيست. لازم تحط بالطريقة دي البيانات بتاعتك بحيث ان اول صف عندك يكون اللوحة العمومية، وبتحدد النوع بتاعها بانل، وتكتب الاسم والباور والكيبل لينس والكلام ده كله. بعد كده بتكتب اي صف بيجي بعد اللوحة العمومية بيبقى لوحات فرعية او احمال فرعية تحت اللوحة العمومية اللي هي اسمها تيست. احنا ممكن نلونها او نسيبها كده، ممكن نعمل ده فورمات بوردر بحيث تبقى البوردر بتاعها باين كده ان دي اللوحة العمومية بتاعتي. وبعد كده اي بيانات او لوحات تحتيها بتبقى اللوحات الفرعية اللي تحت اللوحة اللي اسمها تيست. بتكتب برضو بيانات كل اللوحات او كل الاحمال. لو انت عندك حمل مباشر مش لوحة، يعني تقدر مثلا فاير بامب ده نوعه مش بانل، ده مثلا حمل مباشر او سيركت مثلا 80 كيلو، كيبل لينس 200 مثلا، 25، نوع 3 فيز. فبتكتب اي عدد من اللوحات بتاعتك او الاحمال وخلاص كده بتروح للاوتوكاد. تروح للاوتوكاد تسطب البرنامج اللي هو اسمه سيركت برو. هتلاقي الرابط بتاع التحميل بتاعه في الوصف بتاع الفيديو. بعد ما تسطب البرنامج او الليزبات، مجموعة الليزبات اللي اسمها سيركت برو، هتلاقي فيه ليزب ظاهر عندك اسمه SLD. لو جيت دوست عليه، طالما انا فاتح الاكسل بتاعي وواقف على اللي هو الشيت اللي هو اسمه SLD اوتوماتيك اناليسيز، خلاص لو جيت كتبت امر SLD هتلاقي ان هو رسم السنجل لاين دايجرام بتاع اللوحة، بحيث ان الحمل هنا كده هنا المفتاح ده مش مظبوط، عشان انا مفروض قبل ما استخدم الليزب اللي هو اسمه SLD لازم اعمل حسابات الاول. انا كنت عامل حسابات على لوحات تانية باحمال تانية اللي هو قبل ما اعدل الاسماء والاحمال بتاعتي، لكن زي ما قلنا انت هتيجي على الجزء بتاع اللوحة كلها تختار كالكوليت. وتتأكد ان النتائج طالعة مظبوطة بتاعت الكابلات بتاعتك والمفاتيح البريكرز. خلاص اقدر اروح للاوتوكاد، امسح الجزء ده واكتب امر SLD ودوس انتر. هتلاقي ان هو رسم البريكر بتاعك القيمة بتاعته 2000 امبير. كان في جزء ناقص مش عارف بتاع اللي هو الامبير فريم. عدلت الجزء بتاع الامبير فريم. لو جيت حسبت هنا كده الامبير فريم اللي هو المفتاح بتاعي او القاطع 2000 امبير ECB اللي هو اير سيركت بريكر، على الامبير فريم او القاعدة بتاعته 2500 امبير.
لو انا جيت اخترت دول وعايز احسبهم، اعمل كالكوليت شو ريزلتس، هتلاقي ان هو اختار لك القطع العموم بتاع اللوحة، اللوحات، اللوحة العمومية واللوحات الفرعية، وحدد لك الامبير فريم بتاع كل قاطع قد ايه. عامة هو 1.25 في الامبير تريب، ده الطريقة اللي انا بحسب بيها. بما ان لو هيكتب لك الامبير فريم لو انت مختار الحمل بتاعك بانل، يعني لو الحمل بتاعك عبارة عن لوحة فبيحدد لك ان البريكر او القاطع بتاعك ليه امبير تريب وليه امبير فريم. لو الحمل بتاعك سيركت او دايرة او حمل مباشر فبيحدد لك الامبير تريب بس. وبما ان خلاص الحمل القدرة بتاعته ثابتة فانا بجيب مفتاح خلاص هو ثابت مش هغيره في المستقبل، او مفيش احتمالية ان انا اغيره، فمش هيكتب لك الامبير فريم بتاعه. لكن خلاص كده انا زي ما قلت طلعت الاعدادات بتاعتي او النتائج بتاعتي. لو في حاجة عايز تعدلها بايدك، عايز تغير اسم الكابل بايدك، تكتب اي حاجة، اي نوع غير البرنامج بيطلعه، او اي قاطع او مفتاح غير القواطع او القيم اللي البرنامج مطلعها، تكتبها بايدك قبل ما تستخدم الليزر اللي هو بيرسم السنجل لاين دايجرام. زي ما قلنا هتفتح شيت الاكسل لازم يبقى مفتوح، وتروح للاوتوكاد هنا كده، وتكتب امر اسمه SLD، تدوس انتر، هتلاقي ان هو يكتب لك البيانات بتاعت كل مفتاح، كل بريكر، نوعه ده 3 فيز عشان انت مختار هنا ان القاطع العمومي بتاعك 3 فيز، فهيرسمه لك 3 فيز، وهيكتب لك الامبير تريب، الامبير فريم، والنوع بتاعه، والكابل اللي هو 7 3 في 300، هتلاقي هنا الكابل 7 3 في 300، وهيكتب الاسم بتاعها تيست توتال كونكتد لود 1000 كيلو فولت امبير، الفولت بتاعك 380 على 220، الهيرتز والكيلو الكيلو امبير بتاع الشورت سيركت بتاع المفتاح، دي القيم اللي انت محددها برضو هنا. انا محدد ان البريكر بتاعي 25 كيلو، يبقى هيكتب ان البريكر 25 كيلو. والاحمال بتاعتك اللوحات، كل لوحة هيكتب عليها القاطع والشورت سيركت بتاعه والكابل واسم اللوحة والحمل بتاعها وهكذا. هتلاقي ان الحمل الاخير بتاعك اللي هو الفاير بامب مرسوم بطريقة محطوط سهم كده بدل البانل، عشان انت كنت محدد في الشيت هنا ان النوع بتاعه سيركت، فبيجي يترسم بطريقة غير لو كان الحمل بتاعك اللي انت محدده بانل. تقدر عن طريق الليزب والشيت اكسل دول ترسم اي سنجل لاين دايجرام لاي لوح، اي لوحه ايا كان عدد الدوائر بتاعتك. لو انا عندي لوحه فرعيه مثلا اسمها LB1B1 حملها 20 كيلو، اقدر كده مثلا احسب لها الكابل بتاعها الاول لوحديها، بعد كده همسح دول، ونفترض ان هنا او نسميها DB1 عشان تبقى شاملة باور باور وإنارة، واختار بانل او سيركت. بعد كده عندي مثلا من B1 لB20 دول دوائر باور، الباور بتاعتهم 1.2 كيلو فولت امبير، كيبل لينس مش هيفرق معايا. هفتح الشو ريزلتس كده، كابلات لو دي دوائر فرعيه ليها كابلات محفوظه، يعني مثلا دي داير باور يبقى الكابل بتاعها مثلا 3×4 ملم مربع زائد E4 اللي هو الارث بتاعها، او هو 3×4 على طول هو شامل الارث بتاعي. سيو
البي في سي. انا هنا مش هستخدم البرنامج لحسابات الدوائر الفرعية الصغيرة، انا هكتب الكابل بايدي والبريكر هكتبه بايدي، مثلا وليكن 25 امبير ام سي بي، الامبير فريم هسيبه مش هكتب في حاجة، وهكذا. يبقى انا عندي الدوائر من B1 لB20، دي الباور والكيبل لينس والشورت سيركت. اختار بس من هنا ان هي سنجل فيز الدوائر دي، برضو عندي مثلا اختار السيركت من L21 لL40، دي دوائر انارة والباور بتاعتها مثلا 1000 كيلو، مش هتفرق مع الباور طالما مش هستخدم البرنامج في حسابات الكابلات بتاعت الكلام ده. كيبل لينس مش هيفرق معايا برضو طالما مش هستخدم الحسابات، اللي هيفرق معايا الشورت سيركت بتاعه عشان هيظهر على السنجل لاين دايجرام. وهنفترض ان الكابل بتاعي هنا 3 في 3 ملي، دي دوائر انارة، الامبير تريب بتاعي 16 امبير، ام سي بي، والنوع بتاعي سنجل فيز. وهختار برضو سيركت، اكتب هنا سبير لو انا عايز سبير، هنا 1.2 سبير. الباور السبير ملوش باور، لكن هحدد ان هو سنجل فيز. والمفتاح بتاعي هحدده مثلا عايز مفتاح 50 امبير او 63 امبير، قطع العمومي 40 هنخليه 16 امبير. وعندي سبير تاني سبير، نختار القطع بتاعي 16 امبير او 20 ام سي بي، سنجل فيز. كده انت حددت البيانات بتاعت اللوحة بتاعتك، تحدد النوع بانل دي اللوحة بتاعتك، واللي تحتيها دي دوائر فرعية عندك B1 B20، دي دوائر باور. لازم تحدد الكابل 3 في 4 والبريكر مثلا 25 ملي، دي دوائر إنارة من L21 لحد 40، الباور بتاعتها، والكابل 3 في 3 والبريكر 16 أمبير. وعند بعد كده دايرتين سبير ايا كان العدد اللي انت عايز تحدده سبير. حددت ان عندي دايرة سبير 16 امبير القطع بتاعها، والدايرة التانية سبير والقطع بتاعها 20 امبير. لو انا عايز ارسم السنجل لاين دايجرام بتاع اللوحة دي، خلاص انا حددت الكلام او النتائج بتاعتي او الحاجة اللي انا عايز اظهرها على السنجل لاين دايجرام. هروح هنا كده اكتب SLD لان هو كتب البيانات بتاعتك 40 امبير ام سي بي على 50، الكابل بتاع اللوحة العمومية اسمها والبيانات بتاعتها، والمفاتيح او الدوائر الفرعية عندك من B1 لB20، الكابل بتاعك 3 في 4 ملم سيوا على PVC على PVC، الدوائر بتاعتك من L21 لL40 وهكذا لحد اخر الدوائر بتاعتك اللي انت محددها. ايا كان العدد اللي انت محدده هتكتب البيانات بتاعته، لازم تكتب بيانات العمود A و B و K، التلات بيانات دول هيفرقوا معاك عشان النتائج تطلع مظبوطة، A و B و K. وتكتب الكابلات والبريكر بتاعك بإيدك لو انت عايز تكتبه بإيدك، او ممكن تخلي البرنامج يحسبه لك مباشرة يعني.